وللحديث عن انتشار فيروس كورونا في العراق وتزايد أعداد المصابين، معنا من بغداد الطبيب الأخصائي الدكتور إبراهيم سليمان. أهلا ومرحبا بك دكتور إبراهيم. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهديكم، وكل عام بخير. مساء الأنوار وكل عام وأنت بألف خير. بداية دكتور، ارتفاع غير مسبوق في أعداد المصابين بكورونا في العراق، برأيكم ما هي الأسباب وراء ذلك؟ من خلال تقريركم المقدم، نعم، المواطن سبب رئيسي، والإجراءات الأمنية، القوى الأمنية غير متعاونة مع الجهات الصحية. هذا السبب الرئيسي. زيادة عدد المفحوصين سبب رئيسي. يوم أمس كانت هناك مباراة في مدينة الثورة. أكثر من 5000 واحد موجودين وحاضرين المباراة. اليوم هسه جاني خبر أكثر من 80 إصابة بالفيروس من وراء هاي التجمعات. يعني الأجهزة الأمنية ما قدرت حتى تدخل إلى مدينة الثورة، بس نصبت الصبات حول مدينة الثورة، ما قدروا يدخلون لجوا. يعني هنا السؤال الذي هنا السؤال الذي يطرح دكتور، يعني من الذي يتحمل مسؤولية هذه الانتكاسة، خصوصا أن الكثيرين يلاحظون برودا حكوميا في التعامل مع هذه المستجدات؟ صادق صحيح صح. يعني ماكو تعاون، ماكو الجهات الأمنية الساندة للقوى الصحية، ما موجودة. هذا اللي يتحملون المآسي كليتها، مالتنا مال البلد القوات الأمنية. هذا نعم القوات الأمنية والدولة غير جادة، وحتى هذا التخبط باتخاذ القرارات هم السبب الرئيسي. هذه نقطة. شوف نقطة أخرى، أول بارحة مستشفى اليرموك، نعم، مصابة حجروها وين؟ بدار الطبيبات. المصابة يظهر إذا ظهر مثل ما يقولون بالعراقي، يحجزوها بدار الطبيبات. إصابة الطبيبة عندنا، الطبيبة من أهل المحافظات جاية تحفظ تشرف على صحة المواطنين، يصيبوها. وانصابت عندنا وحده عندنا باليرموك، همات شو اسمه يعني فاحصه مع مع الكورونا، هم انصابت. اربع مختبرية عندي باليرموك. نعم مختبرية بالضبط. نعم. طيب يعني القطاع الصحي العراقي اليوم يوصف بانه قطاع متهالك، يعني هل يستوعب هذا القطاع المتهالك هذه الاعداد الكبيره من المصابين؟ انا انطيك يومين، كل المؤشرات راح يصير انهيار صحي. مستشفياتنا كلية الموجودة داخل بغداد ما تتحمل هذا الرقم. يعني أنا هسه يقولوا لي مستشفى الإمام علي بمدينة الصدر، يعني أكثر من 86 إصابة رقود. يعني هذا 86 هي المستشفى، مو أكثر من 200 تتحمل. يعني أنا بتقديري إذا ظل هذا الكيرف يصاعد، الأوضاع لا تبشر بخير. طيب يعني 40 طبيب أصيبوا بكورونا خلال 72 ساعة، نحن نتكلم هنا عن 3 أيام فقط، يعني كيف سينعكس هذا على جهود مكافحة فيروس كورونا في العراق؟ تدري أنت بدلات الأطباء ما موجودة، تدري كمامات ما موجودة. يعني إحنا ترى الأطباء يعني مجاهدين درجة أولى، كل شيء ما عندهم وده يخلق شيء. يعني القطاع الصحي ما مدعوم لا من الدولة، وجهات ساندة ما عندنا إلى الآن، جهات ساندة ما عندنا الجانب الصحي. يعني 40 شخص من الكوادر الطبية، إن كان طبيب أو ممرض أو مختبري أو فني، نعم، أو يعني عامل خدمة، أصيبوا في 15 إداري. نعم أصيبوا في 15 مستشفى، منهم الإمام علي ومستشفى الشيخ زايد والنعمان وفاطمة الزهراء وابن النفيس والجملة العصبية والكندي والشهيد دار الفياض والشهيد الصدر. ما رأي وزارة الصحة في ذلك؟ والله شوف، عندنا مفوض مع الشرطة مستشفى الشهيد إمام علي بمدينة الثورة، يعني هذا وقع بالباب، ما عنده كل بقع بالباب للمراجعين. يعني توفى مو شقه يعني. فانت من تجي تقول لي وزاره الصحه حتى تشوف هذا التبديل المفاجئ،
مع احترامي لوزير الصحه، كانما ما بده يتخذ اجراء. وزير الصحه هذا ترى صيدلي وليس طبيب، صيدلي. فانت على الاقل من تجيب طبيب تجيب عنده مستشارين بالاخص بالاوبئه. يعني هاني ده ضحك الشيء بده يصير، ماكو حد عنده داخل دورات بالاوبئه. طيب دكتور، السؤال الاهم الذي يطرح في هذه الازمه الوبائيه وخصوصا في العراق، يعني المخزون الدوائي العراقي كم سيكفي العراقيين لمجابهه هذا الفيروس؟ لا، المخزون الدوائي احنا ما عندنا، ما يمكن ما يكفي اسبوعين، بس احنا الحمد لله اكو منظمه الصحه العالميه شويه تزق لنا شويه، السفير الصيني، السفير الكوري، ما ادري، يجون ينطونا، وجتنا بعض الشغلات من برا، جتنا، يعني هاي هسه زياده الكير مال الفحوصات، الكتات جتني كم كت، مساعده طبعا، مو شراء، الدوله ما اشترت كل شيء، كل شيء ما صرفت ولا عانة على الصحه. الطبيب والاخصائي العراقي الدكتور ابراهيم سليمان، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمه العراقيه بغداد، شكرا جزيلا لك.